الشيخ الزمزمي انا فعلا وكنت كلمته مؤخرا في واحد البرنامج شي برنامج اذاعي وداروا لي اتصال مباشر معه وقلت له في وجهه قلت بانه يجب ان يراعي في بعض الفتاوى ديالو الى انها فتاوى يمكن انه يفتي بها واحد بينه وبينه انه يتكلم مع اما اثارتها اعلاميا بهذاك الشكل المستفز انا بالنسبه لي لا فائده منه ويسيء الى صوره الدعاة ويسيء الى صوره الناس الذين ينشرون الدين. هو حمل المسؤوليه للاعلام وقال بان الاعلام هو الذي يتصيد منه مثل هذا الكلام وتوضعه في منشطات كبيره وربما ان المسؤوليه تكون بين الطرفين.